غريزة البقاء ممكن تخليك تعمل حاجات عمرك ما تخيلت انك تقدر تعملها، لكن لما يكون البحر على يمينك والصحر على شمالك والعدو من وراك، اكيد مش هتفكر مرتين في انك تنقذ نفسك باي طريقة. ساعتها بس هتحل اللغز من قبل ما يبتدي. وعلشان نحل اللغز فلنبدأ التحقيق. مساء الخير واهلا بيكم في ستوري جديده. في الاول بس خليني اطلب منكم طلب بسيط جدا، ايه رايكم لو نوصل الفيديو ده لعشرين الف لايك؟ لان انا متاكد ان القضيه دي هتعجبكم لانها من النوع المفضل ليكم. ابطال قصه النهارده الرحاله الالمانيه لينا 23 سنه، والرحاله البرازيليه بياتريس هي كمان 23 سنه. لينا وبياتريس ما كانوش يعرفوا بعض ولا في اصلا اي علاقه بتربطهم ببعض. كل ما في الموضوع ان لينا وبياتريس الاتنين مسافرين على استراليا علشان يعملوا رحلة من ضمن رحلاتهم، لكن هما الاتنين اتقابلوا في فندق في استراليا وتعرفوا على بعض وعرفوا ان اهتماماتهم واحدة وتقريبا برضو وجهتهم واحدة. وبما ان هما الاتنين رحالة فقرروا يطلعوا مع بعض رحلة استكشافية من خلال طريق المحيط العظيم. هو طريق طويل ولكن يعني في بحر وفي جبال وفي صحراء وفي أدغال، فهيكون الموضوع يعني لطيف بالنسبة لاتنين رحالة، فعلشان كده اختاروا الطريق ده. فدخلوا على موقع استئجار سيارات وكتبوا انهم محتاجين عربية توصلهم من إدلد لملبورن من خلال طريق المحيط العظيم. فجالهم ردين من شخصين، اختاروا منهم واحد واتفقوا معاه على الميعاد والمكان اللي هيتقابلوا فيه علشان يروحوا رحلتهم. ولكن قبل ميعاد الرحلة بيوم العربية بتاعته تعطلت واضطر ان هو يدخلها الصيانة ولغى الرحلة معاهم. فاضطروا هما كمان يكلموا الشخص التاني واللي كان جالهم منه رد قبل كده، واسمه رومان هاينز وعنده 59 سنة. يوم 9 فبراير 2016 لينا وبياتريس قابلوا رومان في المكان اللي اتفقوا عليه علشان تبدأ رحلتهم للمجهول. الانطباع الاول اللي اخدوه عن رومان انه شخص كبير في السن، يعني مثلا زي والدهم، فما فيش حاجة تستدعي انهم يخافوا منه. ما كانوش يعرفوا انه وحش كاسر في طور السكون. بدأت رحلتهم وكانت كل حاجة ماشية طبيعي جدا، بيضحكوا وبيهزروا وبيتصوروا، ورومان طول الوقت مبتسم وبيتكلم معاهم، وحتى كمان طلب منهم انهم ينزلوا من العربية ويتصوروا في الصحراء صور حلوة ويصوروا فيديوهات وبعد كده يركبوا ويكملوا طريقهم تاني. وبعد ما مشوا على الطريق لمسافة كويسة، رومان عرض عليهم انه ياخدهم لشاطئ اسمه سولت كريك علشان يعملوا هناك تخييم الليلة دي ويكملوا طريقهم الصبح. سولت كريك ده اصلا شاطئ معزول. لينا كانت قلقانة شوية فسألت بياتريس، هو اللي احنا بنعمله ده صح؟ بياتريس طمنتها وقالت لها ما تقلقيش، الجو لطيف، هنخيم هنا النهاردة ونمشي بكرة على طول وكل حاجة هتكون بخير. وصلوا المكان ونزلوا من العربية وبدأوا ينصبوا المخيم بتاعهم، ورومان نصب لهم المخيم في خلال 10 دقايق بالظبط وكان مزبط لهم كل حاجة. وقعدوا يتكلموا ويشووا ويطبخوا، وبعد شوية لينا قالت لهم انها تعبانة من الطريق وهتروح العربية تنام شوية لحد ما الأكل يجهز ويبقوا ينادوا عليها. بياتريس ورومان قعدوا يتكلموا ويكملوا باقي الطبخ، وبعد شوية رومان قال لها إن المكان اللي هما فيه ده فيه حيوان الكنغر بكميات حلوة يعني، وعرض عليها إنه ياخدها ويتمشوا شوية كده يوريها حيوان الكنغر. بياتريس قالت له ماشي ليه لأ. بدأوا يبعدوا عن المخيم، وشوية شوية المخيم بعد جداً وبياتريس مش شايفة أي حيوان في المنطقة ولا شايفة أي كائن حي أصلا، فبدأت تقلق شوية كده وقالت له إيه رأيك نرجع المخيم، أنا مش شايفة أي حيوانات وحاسة يعني إن إحنا تأخرنا وملهوش لازمة يعني خلينا نرجع. بمجرد ما لفت في اتجاه المخيم علشان ترجع ظهر الوحش الكاسر. زقها وقعها على الأرض على وشها
وبيترس لثواني كده ما كانتش مستوعبة اللي بيحصل، كانت فاكرة ان هو بيهزر بس واضح يعني ان هزاره تقيل شوية. لكن بياترس اتأكدت انه ما بيهزرش لما شافته بيطلع سكينة وحبل كان مخبيهم في هدومه، ورشق السكينة على الارض جنبها في الرمل وطلع الحبل وبدأ يربطها. بياترس اول ما استوعبت ان هو بيربطها وهيعمل فيها حاجة شدت الحبل منه جامد ورمته بعيد، فبصلها وهو متضايق جدا وقال لها بلاش تتحديني، خلي الموضوع سهل وإلا هكسر لك دراعك. وهنا حست بياترس إن ده مش وقت تحدي خالص، شخص مجرم ومعاه سكينة وحبل وهم في صحراء وممكن يخلص عليها ويدفنها ومحدش يعرف لها طريق. ربطها كويس بالحبل وقطع لها هدومها كلها وبدأ يعتدي عليها. بياترس حاولت تقاومه وتمنعه وتقوله إن اللي هو بيعمله ده غلط، لكنه قال لها ما تنطقش بولا كلمة وإلا هيخلص عليها. ومش بس كده، ده كمان بدأ يضربها. فبياترس بدأت تجيلها تخيلات كده انها خلاص ماتت هنا في الصحراء وامها جاية علشان تتعرف عليها، فقررت انها مش هتستسلم علشان مصيرها ما يكونش كده، ولكن لازم تتصرف بذكاء. فبدأت بياترس تكلمه كويس وتقوله ما كانش في داعي للي انت عملته ده، ملهوش لازمة العنف، انت ممكن كنت تطلب مني بالراحة وكنت هوافق عادي، ولكن ده كان يبقى هناك في المخيم احسن من هنا، فإيه رأيك لو نرجع المخيم دلوقتي؟ وبدأت تقنع فيه أنه ياخدها ويرجع المخيم. وفعلا رومان اقتنع بكلامها وأخدها وهي مربوطة ورجع بيها للمخيم. ولكن أول ما قربوا على المخيم رومان بدأ يحس كده أنها بتشتغله بتلعب بيه، فبدأ ياخدها ويرجع بيها تاني يبعد عن المخيم. وهنا بياترس عرفت أن دي فرصتها الأخيرة للنجاة، فأخدت نفس قوي وبأعلى صوتها بدأت تصرخ وتنادي على لينا اللي نايمة في العربية. ومن حسن الحظ ان لينا سمعتها من اول مرة وصحيت، فتحت العربية واتصدمت من المنظر اللي شافته، بياترس مقيدة ومش لابسة هدوم خالص ورومان عمال بيضرب فيها علشان تبطل صراخ. لينا اتخضت من المنظر وبدأت تزعق له وتقول له انت مجنون، ايه اللي انت بتعمله ده، ابعد عنها سيبها في حالها. فبصلها وبكل برود قال لها لفظ يعني مش كويس. فرجعت لينا بسرعة للعربية وبدأت تدور على التليفون بتاعها في الشنطة علشان تطلب النجدة، وبياترس عمالة بتصرخ وبتحذرها انه جاي ناحيتها ومعاه مطرقة. ولكن قبل ما لينا تلاقي التليفون وتجري اتفاجأت بضربة مطرقة على راسها، وهنا حست ان دي النهاية. حاولت تهرب منه لكنه مشي وراها وكان كل ما بيمسكها يضربها بالمطرقة على راسها، تهرب منه تاني ويمسكها ويضربها بالمطرقة على راسها لحد ما ضربها 4 مرات على راسها، وأخيرا قدرت تهرب منه وتبعد عنه بمسافة كافية لحد ما وصلت عند بياترس وبدأت تفكها. واتفقوا هما الاتنين إن كل واحدة تمشي في اتجاه مختلف عن التانية علشان على الأقل واحدة فيهم يكون عندها فرصة للنجاة. في الوقت ده رومان رجع بسرعة، ركب العربية ومشي بيها بسرعة ناحيتهم. بياترس دخلت في الأدغال ولينا مشيت على طول الطريق، فهو شاف انه الأسهل بالنسبة له وبالنسبة للعربية انه يمشي ورا لينا. مشي وراها بالعربية ولينا بتجري بأقصى سرعتها، وبياترس كانت مستخبية في الأدغال. ولما لينا لقت انه قرب عليها جامد بالعربية دخلت الأدغال وكانت بتجري في اتجاهات مختلفة، يعني شوية تجري يمين شوية ترجع تاني شمال وشوية ترجع لورا شوية ترجع لقدام علشان تدوخه بالعربية، وعلى ما يلف ويرجع تاني ويروح ويجي تكون قدامها فرصة انها تهرب لمسافة ابعد. في الاول الخطة كانت ناجحة وماشية كويس، ولكن بعد كده قرب منها بالعربية وخبطها طيرها المسافة قدام العربية، فقامت جريت فقرب منها تاني وخبطها طيرها المسافة تانية، وكانت كل ما بتقوم تجري بيقرب منها يخبطها بالعربية يطيرها تترزع على الأرض، لحد ما مشيت تقريبا مسافة كيلومتر وهي بالحال ده. وفي لحظة حست انه مش هينفع كده، لانه مع كل خبطة ورزع على الأرض قوتها بتقل وجسمها بيضعف، ولو استمرت على الحال ده يبقى هي في تعداد الموتى ومش هتخرج من المكان ده على رجليها. فلفت وقفت في اتجاه العربية. لما لفت لينا كانت واقفة كده والعربية جاية عليها كده، فجريت في اتجاه العربية بأقصى سرعتها، وأول ما قربت منها بمسافة كافية نطت فوق غطا المحرك بتاع العربية واتشعلقت في الهواء بتاع العربية
وطلعت فوق سطح العربية، ودي كانت الطريقة الأمثل علشان تتفادى صدمات العربية ليها. زي ما بيقولوا، علشان تتفادى ضربة المدفع أقف جنب المدفع، وده بالظبط اللي عملته لينا. طبعا لينا أصلا كانت منهكة، ولكن شافت إن دي فرصتها الأخيرة وقررت إنها تستغلها، وفعلا نجحت فيها. ولكن طبعا رومان مش هيعجبه الكلام ده، وقف العربية ونزل ومعاه المطرقة وحاول يطلع لها فوق سطح العربية علشان يضربها بيها، ولكن معرفش يطلع على العربية ولا عرف يوصل للينا. هو كان ماسك المطرقة وبيحاول يوصل لها وبيحاول يضربها بيها، ولكن لينا كانت بتصد الضربات برجليها وبتضربه برجليها في وشه وفي ايده اللي ماسكة المطرقة، لحد ما فقد الأمل في انه يوصل لها. فرجع تاني ركب العربية ومشي بيها بأقصى سرعة، وبدأ يمشي يمين وشمال ويقف فجأة ويرجع ويمشي ويعمل حركات بالعربية علشان يوقعها من فوق العربية في وسط حركة من الحركات دي، ولكن لينا كانت ماسكة كويس جدا في حديد سقف العربية، وكانت بتنزف جامد جدا من الجروح اللي في دماغها لدرجة ان سطح العربية اتغرق دم. غالبا مش هقدر احط لكم الصورة لانها بجد صعبة جدا. في الوقت ده كانت بياترس لسه مستخبية في الادغال، لحد ما شافت عربية جاية ماشية على الطريق. اتأكدت الأول كويس جدا إنها مش عربية رومان، ولما عرفت إنها مش عربيته خرجت بسرعة وقفت في مواجهة العربية وبدأت تشاور لهم. وأول ما العربية وقفت جريت على طول فتحت باب العربية وركبت معاهم. العربية كان فيها مجموعة شباب صيادين، سمحوا لها إنها تركب العربية وخلعوا الجواكت بتاعتهم لبسوها لها لأنها ما كانتش لابسة حاجة لسه، وبدأوا يفهموا منها اللي حصل علشان يحاولوا يساعدوها. واحد من الشباب دول اسمه آدم، وآدم ده يعني عنده محل كده بتاع مؤن على الطريق بيزود المسافرين بالمؤن اللي بيحتاجوها، وكمان عنده أدوات صيد لأن المكان ده فيه صيادين وكده. وآدم كمان بما إنه في المنطقة هنا فهو حافظ المنطقة دي كويس جدا. اتصل بالشرطة وطلب منهم المساعدة، وكانوا هياخدوا بياترس ويرجعوا بيها عند البوابة علشان تكون في أمان، لكنها رفضت وطلبت منهم انهم يساعدوها في البحث عن لينا الاول وينقذوها ده لو كانت لسه عايشة. وبالفعل لينا كانت لسه عايشة ومتمسكة في حديد سطح العربية، ولسه رومان بيحاول يوقعها لحد ما فقد الامل انه يعرف يوقعها. نزل من العربية وباسلوب ساخر كده قال لها انزلي بلاش الاستفزاز ده، انا مش همشي خطوة تانية بالعربية وانت فوق. تحسوا ان هو يا عيني بيترجاها تنزل ويقول لها انزلي يا بنتي فرهطتيني ما انتش قادر. فردت عليه وقالت له ايه السخيف او المستفز في كده، ده انت بتحاول تموتني، مش هنزل غير لما ترمي كل الاسلحه والادوات اللي معاك بعيد. وبطريقه او باخرى قدرت فعلا انها تقنعه يرمي كل الاسلحه اللي معاه، وفعلا رماها ونزلت ركبت معاه العربيه في كرسي الراكب اللي قدام. مش عارف بصراحة هي عملت كده ازاي، هل هي مثلا ما عادتش خايفة منه علشان هو رمى الأسلحة، ولكن برضو ما هو ممكن يموتها بإيده عادي ممكن يخنقها، بس هي يعني كانت مطمنة لأنه ما معهوش أسلحة. نسيت أقول لكم يعني إحقاقا للحق، الراجل يعني تقريبا اتكسف على دمه كده وادالها طاقية تلبسها علشان توقف النزيف اللي في راسها. مشوا شوية بالعربية لحد ما ظهرت قدامهم فجأة عربية صيادين تانية غير اللي ظهرت لبياترس، فنزلت على طول لينا من العربية ومعاها شنطتها وراحت لهم علشان يساعدوها. مجموعة الصيادين دول قالوا انهم هم شايفينها جاية ناحيتهم ما كانوش عارفين هي راجل او ست من كتر ما جسمها متغرق دم وملامحها مش باينة. رومان سابها تمشي تروح ناحيتهم ما اعترضش طريقها، رغم انه كان عمال يكلمها ويقول لها لينا ما تروحيش يا لينا، لينا خليك يا لينا، بس لينا طبعا اكيد مش غبية علشان ترجع له تاني وتفضل معاه. كملت في طريقها ناحية عربية الصيادين وهو فضل واقف في مكانه وركب العربية بتاعته ومشي بيها بسرعة. ركبت لينا العربية مع مجموعة الصيادين دول واتصلوا بالشرطة وبدأت عملية البحث عن رومان. وبما ان مفيش حد حافظ المنطقة دي اكتر من ادم اللي كان في فريق الصيادين الاولاني اللي انقذوا بياترس، اتطوع علشان يساعد الشرطة في البحث عن رومان وتمشيط المنطقة كلها، لحد ما اخيرا لقوا عربية رومان واقفة وغرزة في الكثبان الرملية وهو بيحاول يتحرك بيها بس مش عارف. افراد الشرطة قربوا منه بهدوء وبحذر لانهم مش عارفين هو معاه اسلحة ولا لا، لحد ما قدروا انهم يقبضوا عليه واخدوه لاسم الشرطة واخدوا لينا وبياترس للمستشفى. وهنا بياترس كانت قلقانة شوية ان لينا ما تسامحهاش على اللي حصل ده وتلومها،
لأن بياتريس هي اللي عرضت عليها فكرة الرحلة دي. ولكن لينا أول ما شافت بياتريس ابتسمت لها وفرحت إن هما الاتنين تم إنقاذهم. بدأت أخبار الحادث تنتشر في القنوات التلفزيونية والجرايد والصحف، وهنا اتصدمت سيلفيا كلارك، ودي تبقى الصديقة قديمة لرومان. سيلفيا كانت بتحبه وما كانتش تعرف الجانب الشرير من شخصيته، لحد بعد ما عدى تقريبا 6 شهور على علاقتهم ببعض، صحيت في يوم من النوم لقيته رابطها في السرير وبدأ يعضها ويضربها بطريقة وحشية، وحقيقي الصور للكدمات اللي في جسمها يعني فظيعة، مش هينفع برضه حطها للأسف. ومش بس كده، كمان ده كان مخطط ان هو ياخدها في رحلة لسولت كريك، وده المكان اللي اخد فيه بياتريس ولينا، والله اعلم كان هيعمل فيها ايه هناك. ولكن سيلفيا قدرت انها تهرب منه، واتكسفت انها تبلغ الشرطة عن اللي حصل لها وهي في العمر ده، وقررت انها تبعد عنه وخلاص. الكلام ده حصل قبل شهر واحد بس من حادث لينا وبياتريس. سيلفيا لما شافت الموضوع ده في الاخبار طبعا زعلت جدا، لانها لو كانت بلغت عليه يومها كان هيتحبس، والبنات دول ما كانوش هيتعرضوا للموقف اللي اتعرضوا له ده. الشرطة فتشت البيت بتاع رومان واكتشفوا عنده كم هائل من الفيديوهات المش كويسة على الكمبيوتر بتاعه، واخدوها كدليل ضده. وكمان لما عرفوا موضوع سيلفيا طلبوا منها انها تتقدم للمحكمة كشاهد وتقول اللي حصل لها. تم اتهام رومان بتهم كتير، منهم العنف والاعتداء، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 22 سنة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط قبل 17 سنة. بعد سنة من الحادث رجعت لينا تاني للمكان ده في لقاء تلفزيوني، وقالت للمذيعة إنها لما جت هنا تاني للمرة التانية في البرنامج يعني حاسة بإحساس غريب كده ومشاعر متلخبطة، وحاسة وفاكرة كل اللي حصل لها كأنه لسه بيحصل لها دلوقتي، وإنها فخورة بنفسها إنها قدرت تنقذ نفسها وتنقذ صاحبتها من الحادث البشع ده. الجدير بالذكر بقى إنه قبل شهر تقريبا من الحادث لينا كانت بتتفرج على فيلم اسمه وولف كريك. الفيلم ده تقريبا أحداثه شبه الحادث اللي تعرضت له لينا وبياتريس بنسبة من 80-90%، ولو ما كانوش قدروا يهربوا منه كان هيبقى متشابه بنسبة 100%. المهم إن لينا بعد ما اتفرجت على الفيلم عجبها، ولكن قالت إن ده فيلم خيال ومش واقعي خالص ومستحيل حد يحصل له كده. ما كانتش تعرف إنها بعد شهر واحد بس هتتعرض لنفس الموقف، وكأنها هي اللي عايشة جوه أحداث الفيلم. وعلى فكرة اللقطات اللي عرضتها لكم في الفيديو مش من الفيلم خالص، دي لقطات من الوثائقي اللي لينا وبياتريس بيحكوا فيه اللي حصل لهم، وعلى فكرة كمان في كذا لقطة منه حقيقية زي لقطات البحث والقبض على رومان، واللقطات اللي صورتها بياتريس بنفسها في الرحلة. وبس كده بنكون وصلنا لنهاية القضية. طبعا انا عارف انكم بتحبوا النوع ده من القضايا اللي بيبقى فيه نجاة، اكتبوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، وخلونا نوصل الفيديو ده ل20,000 لايك. ولو لسه بتشوفني لأول مرة ومش مشترك في القناة ومهتم بالمحتوى ده، اشترك وفعل زر الإشعارات على خيار الكل، وخلوا صندوق الحواديت يتملي، وبعدين نتقابل.